الفن رسالة، والفن فيك شيء بداخلك ودك تواصله، بتواصله عن طريق الفن. أول شيء كنت متخوفة منها، الدورة كانت جدا مفيدة لنا، علمتنا وايد أشياء. طبعا تعرفنا على مدربين مو بس في البحرين، بعد من خارج البحرين دربونا، يعني المدربين متيحين لنا الفرصة إن احنا نسألهم، نتعامل معاهم بكل أريحية. هو أي شخص بدش مسابقة، في ناس يبون بس الفوز، وفي ناس هدفهم يتعلمون من هذا المسابقة. مو شرط تفوز انت، بس مجرد انك شاركت هاي فوز لك انت ولنفسك انت، انك تعلمت شيء جديد واتقنت شيء جديد وجربت شيء جديد في حياتك. سجل الآن في الدورة الثانية من جائزة المواهب الإعلامية في مجال التمثيل، وتعرف على التفاصيل عبر موقع وزارة الإعلام www.mia.gov.bh.